الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان الأوضاع في قطاع غزة ويتوافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. غدا انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الداخل والوطنية للانتخابات تحث أبناء الوطن على المشاركة بفاعلية. 3 مساء بتوقيت القاهرة، 1 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية في ضوء الموقف المتأزم سياسيا وإنسانيا، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود والاتصالات المصرية للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار لحماية المدنيين ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع. كما استعرض الرئيس السيسي المساعي المصرية المكثفة لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية اللازمة لإعاشة وإغاثة أهالي غزة من المدنيين الأبرياء. وأضاف المتحدث أن الرئيسين توافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار وضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد، مع أهمية تضافر الجهود الدولية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقا للمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة. زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد سيادته اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. أقل من 24 ساعة تفصلنا عن الاستحقاق الدستوري الأكبر. والأهم في مصر، 4 مرشحين يتنافسون في الانتخابات الرئاسية وسط متابعة حثيثة وترقب عالمي لمجريات العملية الانتخابية. ومع بدء العد التنازلي للانتخابات تتواصل عملية الصمت الانتخابي للمرشحين لتتوجه الأنظار إلى الناخبين لحثهم على أداء واجبهم الوطني والمشاركة بفعالية في اختيار من يمثلهم في قيادة مصر المستقبل. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن الهيئة تجدد العهد الذي قطعته على نفسها بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة المصريين. ووجه المستشار حازم بدوي خلال كلمة له النداء للمصريين للمشاركة في رسم خريطة المستقبل، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته بسهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أبناء الوطن الكريم، أثبت المصريون بالخارج والصورة أبلغ من أي كلام أنهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر،
وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن. وغدا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر، وكل ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، من استكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة. واعلموا جميعا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاض على كل صندوق، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات ونزاهتها. والهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة، واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم، وتجدد الهيئة ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن إرادة الناخبين. شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبوا نداء الوطن: ربنا اهد على طريق الحق سبيلنا، واحفظ البلاد من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جانبه، أكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بن داري أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية في المحافظات المختلفة للجمهورية قد وصلوا جميعهم إلى مقاريم الانتخابية. أوضح بن داري أنه تم تسليم أوراق العملية الانتخابية للقضاة من جانب رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات المختلفة.
أنهت وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتنفيذ خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. ورفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى على أن يتم تكثيف الانتشار الأمني بمحيط لجان الانتخابات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، مع الدفع بقوات التدخل السريع مدعومة بعناصر من الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة. جاهزية واستنفار أمني بين صفوف أجهزة وقطاعات وزارة الداخلية وكافة مديريات الأمن استعدادا لتأمين ماراثون الانتخابات الرئاسية، حيث رفعت الوزارة استعداداتها إلى الدرجة القصوى لتنفيذ خطط التأمين الموضوعة والتي تسهم في بسط الأمن والنظام وتوفير أقصى درجات الأمان للمترددين على لجان الاقتراع خلال الثلاثة أيام المحددة لإدلاء الناخبين بأصواتهم على مستوى الجمهورية. القوات المكلفة بعمليات التأمين مزودة بكافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة والعناصر المدربة لتتمكن من أداء المهام المكلة إليها بفاعلية واحترافية، وبما يمكنها من التصدي لأي مخالفات أو خروج عن القانون. الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية تعتمد على الانتشار الأمني المكثف والفعال، والذي يراعي الأبعاد الأمنية بمحيط لجان الاقتراع بكل المحافظات وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بما يمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، مع الالتزام بالأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين. بالتزامن مع تأمين لجان الاقتراع، سيتم تسيير دوريات وأقوال أمنية على مدار الساعة بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية لمتابعة ورصد الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع أي خروج عن القانون. خطة وزارة الداخلية تعتمد على وضع خدمات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، وكذا نشر الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور لضمان انسيابية الحركة المرورية ومنع التكدسات، خاصة بمحيط اللجان العامة والفرعية. وسيتم متابعة ورصد الحالة الأمنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بوزارة الداخلية، والتي تتواصل مع غرف العمليات الفرعية بمديريات الأمن والخدمات الأمنية المنتشرة بالشوارع والميادين لمراقبة الحالة الأمنية على مدار الساعة ورصد الوضع الميداني وتوجيه القوات إلى أماكن البلاغات. هذه التجهيزات الأمنية والاستعدادات من قبل وزارة الداخلية لضمان سير آمن لعملية الاقتراع دون الإخلال بالقانون والنظام، وتؤكد على استمرار نجاح الوزارة في تأمينها الاحترافي لكافة الفعاليات الوطنية. هي كانت ماشية كده، بس أنت قررت إنها تكون كده وكده.
انت عارف قيمة حفاظك على بلدك، انت متأكد انها تستاهل الاحسن، وعشان كده خدت خطوة لقدام. الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة انت هتمشيها. أكد المجلس القومي للمرأة أنه يواصل وجوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية القادمة. وقالت رئيسة المجلس مايا مرسي إن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة تعد حقا دستوريا أصيلا وواجبا وطنيا على كل فرد، وأضافت أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائما تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها، وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظر منها مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة. هذا وتتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية. يستهدف الصمت الدعائي إتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ القرار المناسب باختيار مرشحه في الانتخابات. في
رؤية ودون ما تأثير دعائي على إرادته. تواصلت أعمال الاستعدادات النهائية باللجان الانتخابية بمراكز ومدن وأحياء وقرى محافظات الجمهورية. ففي محافظة القاهرة أكد المحافظ خالد عبد العال جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية، ويبلغ عدد الناخبين في القاهرة أكثر من 8,236,000 ناخب موزعين على 45 لجنة عامة، بالإضافة إلى 58 لجنة تم إعدادها للوافدين. وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار متابعة محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم. وفي محافظة البحر الأحمر قال رئيس محكمة البحر الأحمر علي أبو بكر أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات للانتخابات من خلال تجهيز اللجان بالمحافظة وتوفير كافة الأجواء للعملية الانتخابية وسفر السادة القضاء إلى مقار لجانهم بكل مدن البحر الأحمر ومدن الجنوب حلايب وشلاتين. وشدد رئيس محكمة البحر الأحمر على إزالة جميع المعوقات داخل اللجان لتسهيل مهمة القاضي المشرف على العملية الانتخابية باللجنة وسهولة حركة الناخبين وتيسير الوصول إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهالينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. استشهد واصيب عشرة الفلسطينيين جراء استمرار القصف الاسرائيلي على مناطق ماهوله بالسكان في جنوب ووسط وشمال قطاع غزه. افادت مصادر طبيه في غزه باستشهاد ستة اشخاص واصابه عدد اخر جراء قصف استهدف منزلا ماهولا غرب معبر رفح جنوب القطاع، كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا جنوبي خان يونس، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص. وبحسب أحدث إحصاء لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 17,490 شهيدا، من بينهم 7,870 طفلا و 6,121 امرأة. هاي الباب من هنا، هاي افتح. انت
وسط دعوات أممية لإنهاء إزهاق أرواح الفلسطينيين، تصاعد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، فمن الشمال إلى الجنوب لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الفلسطينيون. فبعدما ركز جيش الاحتلال هجومه البري في مرحلة أولى في شمال غزة، ووسع عملياته إلى الجنوب حيث يحتشد ما يقرب من 2 مليون شخص، باتوا محاصرين في بقعة تضيق مساحتها تدريجياً. الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل بمناطق برفح ودير البلح وجبلية وبني سهيلة والشيخ ناصر، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات، حيث قالت وزارة الصحة في غزة إن 62 شهيداً و99 مصاباً وصلوا خلال الساعات 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة، كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 70 شهيداً و160 مصاباً. وفي مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات، تواصلت المواجهات بين جيش الاحتلال وكتائب المقاومة، بما يشمل عمليات برية وقصفا جويا وبحريا نفذها جيش الاحتلال الذي أعلن احتدام القتال خصوصا في قطاع خان يونس، واصفا إياه بأنه معقل مهم لحركة حماس. من جهتها أعلنت حماس أن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد المحتجزين، حيث نشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة محتجز، في حين أعلن جيش الاحتلال إصابة جنديين بجروح خطيرة خلال عملية فاشلة هدفت إلى تحرير الرهائن، كما ارتفع قتل الجنود الإسرائيليين إلى أكثر من 90 منذ بدء الاجتياح البري للقطاع. عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقدوا جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري. وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على مطالبتهم الولايات المتحدة بتحمل مسؤوليتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدفع الاحتلال الإسرائيلي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معبرين عن امتعاضهم جراء استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو الذي منع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدعو للمرة الثانية للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية. وجدد أعضاء اللجنة الوزارية موقفهم الموحد إذا رفض مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة. ووصف الرئيس الفلسطيني الموقف الأمريكي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء فلسطينية في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة سياساتها المغزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي. كما أكد عباس أن هذه السياسة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريكا في جريمة الإبادة الجماعية وتطهير العرقي وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم وتهديدا للأمن والسلم الدوليين. أضاف عباس أن القرار الأمريكي سيعطي ضوءا أخضرا إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على قطاع غزة، ومطالبا الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار لوقف إطلاق النار الإنساني في غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي بسبب الفيتو الأمريكي. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن التطورات الأخيرة تظهر فشل المجتمع الدولي في حماية المدنيين للفلسطينيين والإجحاف بحق القانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن الدولي وازدواجية المعايير الدولية بشأن المدنيين في العالم. Every further day means lives lost.
Humanity must prevail. الأمن وصفه، ولكن يبدو أنه ليس فعلا. فقد أخفق مجلس الأمن للمرة الثانية في إمرار مشروع قرار يوقف المجزرة التي يشهدها قطاع غزة. الولايات المتحدة قدمت رخصة مستمرة للحليفة إسرائيل لارتكاب مزيد من القتل والتجويع بحق الفلسطينيين العزل في خطوة ستزيد من عزلتها الدبلوماسية. فمن بين 15 دولة وقفت الولايات المتحدة وحيدة تلوح بحق الفيتو، معللة أن مشروع القرار منفصل عن الواقع، ولا ندري عن أي واقع يتحدثون. بريطانيا اكتفت بالامتناع عن التصويت، ولقي مشروع القرار دعماً من نحو 100 دولة، وسلط الضوء على الوضع الكارثي في قطاع غزة، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، كما دعا النص إلى حماية المدنيين والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول مساعدة إنسانية. Cease fire. Cease fire. Save lives. الجلسة الطارئة لمجلس الأمن جاءت بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة، والتي حذر خلالها من وجود تهديد عالمي جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهرين. For the protection of civilians and for the urgent delivery of life-saving aid. وما بين الانتقاد والتنديد جاءت ردود الفعل على نتيجة التصويت، ووصف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور النتيجة بالكارثية، مؤكداً أن ملايين الأرواح الفلسطينية على المحك، فيما اعتبره رئيس الوزراء محمد شتية وصمة عار. التاريخ لن يرحم من استباح وقتل بدم بارد ومن وقف مكتفياً بدور متفرج. حذرت الأمم المتحدة من أن الموقف الإنساني في قطاع غزة بات على شفا الانهيار التام بسبب الحرب التي تشنها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. أكدت الأمم المتحدة أن الماساة الإنسانية في غزة غير مسبوقة على مر التاريخ، محذرة من العواقب الوخيمة الناجمة عن الفشل في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لمأساة سكان القطاع من المدنيين. قدمت فلسطين و17 دولة مشروع قرار إلى منظمة الصحة العالمية لمطالبة إسرائيل بالاحترام الكامل لالتزاماتها بحماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة. ومن المقرر أن يتم النظر في النص غدا الأحد خلال جلسة خاصة للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تعقد لمناقشة الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. هذا ويعرب مشروع القرار عن القلق العام
العميقة حيال الوضع الإنساني الكارثي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما حيال العمليات العسكرية والضرر الكبير الذي لحق بقطاع الصحة العامة في قطاع غزة. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني توقف مضخات مياه الشرب والصرف الصحي في قطاع غزة نتيجة للأوضاع المتفاقمة في القطاع ونقص الوقود. وحذر الهلال الأحمر الفلسطيني من خطورة اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي في القطاع، وهو ما سينجم عن ذلك انتشار الأمراض، لافتا إلى معاناة مناطق في شمال غزة من توقف خدمة الإسعاف نتيجة نقص الوقود، وكذلك توقف كافة المستشفيات عن الخدمة نتيجة الحصار أو الاستهداف أو نفاد المستلزمات الطبية الخاصة بها. عودة إلى الخبر الأبرز في نشرتنا، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى مقر أكاديمية الشرطة. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث كان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة. هذا وقد تابع السيد الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد. كما حرص السيد الرئيس على مناقشة أبنائه الطلبة حول مختلف القضايا الداخلية والإقليمية والدولية والتعرف على رؤاهم بشأنها، وشدد سيادته على ضرورة تكاتف جهود أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الدولية والإقليمية الجارية، مؤكدا أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، ومثمنا التضحية الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب، والتي تنبع من إدراكهم أن حماية الوطن شرف لا يضاهى. يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري مباشرة من العريش. كريم، ضعني في صورة المساعدات الإنسانية وتيسير دخولها إلى قطاع غزة وأهالي قطاع غزة.
تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل ما زال معبر رفح المصري يستقبل المساعدات الإغاثية المختلفة التي تدخل عبر البوابة المصرية لتصل إلى الأشقاء في فلسطين. نتحدث اليوم عن دخول أكثر من 60 شاحنة بالفعل وصلت إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وتم توزيعها على أماكن مختلفة في قطاع غزة، ولكن ربما التركيز الآن على جنوب قطاع غزة وخان يونس، وتمنع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات إلى الشمال، خصوصا بعد أن يعني سيطرت بشكل كبير على أجزاء كبيرة من أماكن الإيواء وأيضا المستودعات الخاصة بالأغذية والمستشفيات هناك، تمنع وصول هذه المساعدات إليهم، لذلك تصل هذه الشاحنات إلى الجنوب والوسط بشكل أو بآخر. أما بالنسبة أيضا لمطار العريش ما زال يستقبل عدد كبير من الطائرات التي قاربت على 300 طائرة حتى اليوم، ليتم نقلها أيضا إلى معبر رفح المصري، وتصل عشرات الشاحنات يوميا إما من المطار أو حتى من الشاحنات الأرضية، وتصل إلى المخازن الخاصة بالهلال الأحمر المصري أو حتى تصطف على يعني جانبي الطرق في انتظار دورها للدخول. وبهذا يتم تجهيز اليوم 100 شاحنة أخريات لتدخل إلى الناحية الأخرى. تم تجهيز بالفعل بالأمس 100 وأول أمس 100 أخريات، ولكن لا يدخل كل هذه الشاحنات بسبب عرقلة قوات الاحتلال للدخول. تم تجهيز اليوم 100 شاحنة أخريات وفي انتظار أيضا ميعاد الدخول. بالإضافة لذلك من أهم شاحنات التي تدخل هي شاحنات الوقود، فدخل بالفعل منذ صباح اليوم شاحنتان للوقود محملين ب 60,000 لتر من السولار، ليتم توزيعهم عن طريق الأونروا إلى الداخل الفلسطيني. أما بالنسبة للمصابين فخرج بالفعل اليوم 10 مصابين حتى الآن بينما نحن نتحدث ليتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية وتحديدا المستشفيات الخاصة بشمال سيناء، هذا فضلا عن خروج عدد كبير من مزدوجي الجنسية الذين وصلوا بالفعل منذ قليل. بينما نحن نتحدث ما يقرب من 200 من مزدوجي الجنسية خرجوا بالفعل وتم تسكينهم في أحد الفنادق في مدينة العريش حتى يتحركوا بعد ذلك إلى بلادهم عن طريق نقلهم عن طريق السفارات التي استقبلتهم بالفعل أمام بوابة معبر رفح المصري. نعم، أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، كنت معي من العريش. أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تخصيص 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في عام 2024 في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي أنه سيتم التركيز في غزة على الاستجابة الطارئة المنقذة للحياة واستعادة الوصول إلى الاحتياجات الأساسية مثل المياه والغذاء والرعاية الصحية. أضاف التقرير أن المساعدات في الضفة الغربية ستقدم المشاريع الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي، كما ستوفر خدمات الحماية مثل المساعدة القانونية أو المساعدة المادية للأشخاص المتضررين من عنف المستوطنين أو مصادرة الممتلكات الخاصة أو خسارة سبل العيش، وسوف تدعم حصولهم على الخدمات الأساسية والتعليم في حالات الطوارئ. بالتزامن مع اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، أكدت مؤسسة حياة كريمة على شجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء. وأفاد بيان لمؤسسة حياة كريمة أنه بمناسبة هذا اليوم نتذكر الأرواح التي فقدت والأسر التي تشردت في فلسطين، ودعا البيان إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان، كما أكد على دور المؤسسة في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العون للمتضررين في أي مكان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتعرض بلدة عيتا الشعب لغارة جوية إسرائيلية عنيفة، مشيرة إلى معلومات عن وقوع إصابات. وتزامن ذلك مع قصف مدفعي تعرضت له ساحة بلدة مارون الراس، فضلا عن الأطراف الجنوبية لبلدة محيبة في جنوب لبنان.
رحبت مصر بإعلان أرمينيا وأذربيجان تبني إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين. وفي بيان لوزارة الخارجية، ثمنت مصر كافة الجهود التي بذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة سعيا لتحقيق السلام في منطقة جنوب القوقاز بما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين. أعلنت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني استهداف 6 مجموعات تابعة للجيش الروسي ومحطة حرب إلكترونية واحدة خلال 24 ساعة. وأضافت وسائل إعلام أوكرانية أن القوات الجوية الأوكرانية اعترضت 14 صاروخ كروز روسي فوق سماء البلاد، مشيرة إلى وقوع 95 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية. وفي وقت تواصل فيه القوات الروسية محاولتها لتطويق منطقة أفيدكا الاستراتيجية في أوكرانيا. لقد حرصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد، وعلى رأسها إنشاء صندوق تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية، وبرنامج العمل حول الانتقال العادل، وبرنامج عمل لخفض الانبعاثات. نددت وزيرة التحول البيئي الإسبانية تريزا ريبيريا بموقف منظمة أوبك بعد أن طلبت المنظمة من أعضائها وحلفائها أن يرفضوا بشكل استباقي أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في مفاوضات المناخ في مؤتمر كوب 28 في دبي. وأشارت الوزيرة الإسبانية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان الأخرى ستعمل على ضمان التوصل إلى نتيجة مثمرة بشأن التخلص من الوقود الأحفوري والتحول في مجال الطاقة مع ضمان حصول الجميع على الطاقة. O sequías y acceso a agua potable, pero también enfermedades concretas, la calidad del aire que respiramos afecta directamente al. أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي ورئيس مؤتمر كوب 28 سلطان الجابر ضرورة الانتقال المنظم والمسؤول والعادل في قطاع الطاقة للحفاظ على إمكانية تحقيق الأهداف المناخية المنتظرة. وعقب اختتام رئاسة كوب 28 ووكالة الطاقة الدولية جلساتهما الحوارية رفيعة المستوى، أشار الجابر إلى أهمية دعم إصدار قرار يلبي أعلى الطموحات بشأن الحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. من جانبه أشاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بتكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف الخمسة التي تدعو الوكالة للتوافق عليها في مؤتمر المناخ، والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ل3 مرات، وكذلك مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر نوفمبر الماضي. وخلال اطلاعه على تقرير أعده مدير المنظومة طارق الرفاعي، ثمن مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال الفترة الماضية، موجها بفتح وتنويع قنوات التواصل بين المواطنين والحكومة لتلقي الشكاوى والاستفسارات وبذل أقصى جهد ممكن للرد عليها والتصدي لأسباب بها. هذا وأشار التقرير إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية تلقت ورصدت 136 ألف شكوى وطلبا واستغاثة خلال شهر نوفمبر، تم توجيه 110 ألاف شكوى منها لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة ب
منظومة إلكترونية، فيما تم حفظ 22 ألف شكوى وفقا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، بينما يجرى استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 4000 شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم. أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، أكد حرص المنطقة على التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتبادل الخبرات في مجال المواني والأنشطة المتصلة به. وخلال استقباله رئيس مجلس إدارة هيئة المواني والمرافق الغانية إسحاق أوسية، أكد جمال الدين أن التعاون مع غانا يساهم في تحقيق رؤية المنطقة الاقتصادية في دعم سلاسل الإمداد في القارة الإفريقية، خاصة ما تلعبه مواني غانا من دور في حركة التجارة لدول غرب إفريقيا. من جانبه أعرب إسحاق أوسي والوفد الغني المرافق له عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية وما تشهده من تطور كبير في موانيها، مؤكدا على وجود فرصة كبرى للتعاون مع المنطقة الاقتصادية والاستفادة مما حققته من نجاحات في قطاع المواني. وختام النشرة تذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي ونظيره الروسي يبحثان الأوضاع في قطاع غزة ويتوافقا على مواصلة التحرك بجدية لوقف إطلاق النار. الرئيس السيسي يشهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. غدا انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية في الداخل والوطنية للانتخابات، تحث أبناء الوطن على المشاركة بفعالية. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم وإلى اللقاء.